السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع المسيلة لنعرفكم على هذا المحول الأرضي اللي يقع في بلدية سيدي عيسى، إذا والذي تم الانتهاء من الأشغال ديالو سوف يزيد من الهيكل تاع المدينة تاع سيدي عيسى ويخفف من الحركة تاع المرور تاع المركبات. إذا خليكم تابعوا كل حلقات الصور حول هذا المحول الجديد في مدينة سيدي عيسى بولاية المسيلة. أترككم تتابعون والسلام عليكم.